المهم بعد السلام، نتمنى كل شيء يكون مزيان. اليوم غنشوفوا واحد ليكزيرسيس اللي من خلاله غنديروا واحد كونسيبسيون، ديما نطلقوا من شي حاجه سميتها كونسيبسيون ديال مثلا واحد لونسومبل، ومن بعد نديروا لاسومبل، نشدوا نديروا لي ديزاسومبلاج عاد باش ناسومبليو على حساب داكشي اللي باغين حنا، نعطيو لي كونترانت اللي باغين حنا، ومن بعد انسيميليو، يعني نعطيو واحد الموفمون يتحرك بيه. دونك نبداو اول حاجه، غنمشيو ديما كنفضل الرسم، نمشي لاسومبلي ديزاين ونكري العدد ديال لي بيس اللي باغي انا، ومن بعد نبدا نديسينيها. دونك دوبل كليك عليها بيس، كنكليك على بروداكت، نعاود كليكي عليه اوتوماتيكمون كيكري دوزيام بيس. انا نحاول كري واحد طوا ديال لي بيس، لونسومبل اللي غادي ندير، المهم اللي غايبان ليا غادي ندير هو اننا ندير واحد بيستون سيلندر بحال ديال الموتور، غير انا ندير غير بيستون واحد وعندي سيلندر واحد. حمزه لو فيلان، دونك لازم نشوف ما كاين سطاج. زهير شامي ماشي ما كاين سطاج. اكشيفي عفاكم، شي واحد يلوح في الجروب ديال الواتساب يلوح كيفاش ياكتيفي الدراري الصوت، انا حيت نبارطاجي من تيستي ما عرفتش كيفاش نقول لك. دونك كيما قلت لكم غنكريو بحال بيستون كيدير واحد ليزون سيلندريك واحد السيلندر. كيفاش غادي نكريو؟ غنمشي لابي بارشي الاولى ونكري بروميير بيس. بروميير بيس ديالي شكون مثلا رسم هو السيلندر، كيفاش غادي ندير ليه؟ ناخذ واحد لي سكيز واحد البلان كيكو سوا، وغادي مثلا غادي ناخذ واحد الساخن على هذا الشكل هذا. غادي نشدها هاد الساكل هادي، نقدر نديرها بحال هكا مثلا، داكشي غادي نديرو غير فيزيا، ما غاديش نعطي انا عافاك دي كونترانت. دونك غنشد واحد الاكس بحال هكا مثلا، وغناخد ايفاسور ايفاسي هاد دومي ساعة. دونك غندير دابا سورشي ديسكي، هذا غندير ليه اكسبوزيون. دونك كيفاش ندير ليه اكسبوزيون؟ نمشي بعدا ليكسبوزيون هو هذا، غنكليكي عليه وي، وغندير ليه ايفيسي فوالا. هنا كيقول لي لونغور بشحال بغيت نديرو، انا نديرو فيزيالمون من هنايا فوالا، مثلا من هنايا ماشي مشكل. غادي نجي في ليبيسور ديالو، غادي نعطيه مثلا هنا واحد ابيرسي، نشوف ليبيسور واش يناسبني، نخلي غير بحال اوكي. دونك هادي هي بروميير بيس ديالي، نجي نعطيها واحد الكولور مثلا، نعطيها ابليكي اوكي. غنجي دابا غادي نكري دوزيام بيس اللي هي شكون هي البيستون، البيستون اللي يدير ليا واحد ليزون سيلندريك مع دومي سيلندر اللي درت دابا. دونك ديما فاش بغيت تحول دوزيام بيس نكليكي دوبل كليك على كور برينسيبال ديال دوزيام بيس باش يحولني بار ديزاين ديالو. دونك كيفاش غادي نجي ندير؟ مثلا نجي نجي لهاد البلاصة مثلا، هاد البلاصة هاد السيرفاس و الرسم تاعها، ناخد هاد لي اسكيس هنا، غناخد واحد الساعة ناخدها من هنا ونشدها بحال هكا، كليك على كونترول ونشدها هكا ونقول بغيت يكون كوانسيدون فوالا. من بعد شنو غادي نجي ندير؟ نقدر ندير سورتي ديسكي بحال هكا مثلا، وغادي نعطيه واحد الفوليوم. كل شيء ديزاكتيف الميثود، اوكي عندي ديزاكتيف عندي.
دونك هذا نعطيه واحد الفوليم، نعطيه غير فيزيال. شكون اللي باقي عنده الهضره؟ المهم دونك نعطيه بحال هكا فيزيالمون، مثلا نعطيه اوكي بحال هنا. غادي نجي نحيد منه لا ماتيير، مثلا ناخد هاد كوك، كليك على هاد البلاصه هادي ونقول ليه ايبيسور انتيريور شحال يبقى فيه. مثلا يبقى فيه مثلا واحد 5 ولا 6. اوكي لاحظوا معايا، غادي نجي مثلا هاد البلان اللي كاين هنايا الوسط، وغادي ناخد فيه اسكيز، ندير هادي بحال هكا باش يعاود يقلب ليا. غادي ناخد واحد السيركل هنايا، دونك ريفيز ديال ديما، وغادي نخرج سورتي دي سكيس، وغادي ندير واحد البوش. بوش غادي ندير لها اكسبونسيون سيميتريك من جوج جوي ابيرسي تلماني، حيد لي لا ماتيغ من هنا وحيد لي من هاد البلاصه اللي هنا. دونك هذا الا عينتكم ديروا لي كاشي بحال هكا، اش بان لكم غير لا بيس الثانيه اللي كنديسينيو فيها. اوكي انا كن ديما كنخليه باش ناخذ عليه المقياس اللي باغي نخدم. شنو بقى لي خاصني ندير؟ خاصني ندير الاكس ديال هاد البيستون. هاد الاكس ديال هاد البيستون كيفاش غادي نديسينيه؟ تو سامبلومون غادي نمشي ننتقل بعدا ثوازيام بيس، نفتحها ودوبل كليك على بور برينسيبال، كيحوني بار ديزاين ديال لا ثوازيام بيس. دونك نجي لهاد البلون هذا نيت اللي كاين الوسط وندير فيه اسكيز. غنشد هاد الساركل هي نيت، لاحظوا كيفاش كيفيدني انني ملي كنصمم واحد لونسومبل كامل دقه واحده. غنشد هاد الساركل هادو وندير لها كونفيرسيون، باش ندير لها كونفيرسيون كترسم ديريكت، وندير سورتي ديسكيز، وندير لي واحد ليكسبوزيون، وندير اكسبونسيون سيمتري. غنجيبو فيزيالمون هاكا، مثلا نجي من هنايا باش تشوف مثلا فاروق ابيرسي كيبان ليا كيما بغيت. هاد الاكس نعطيه هو واحد كولور باش يبقى كلشي هو هذا بروبريتي غرافيك، ونجي هنايا نعطي كولور لي بغيت ابليكي كيت ابليكا. هنايا الا بغيت نرجع لشي بياسه وندير لها واحد الموديفيكاسيون، مثلا راسي سامبل تجي مثلا هاد البيستون بغي ندير فيه واحد التغيير، دوبل كليك عليه كيحوني البار ديزاين ديالو. غنجي مثلا انا بغيت ندير فيه واحد الكونجي، بغيت ندير فيه واحد الكونجي هنا ديال 5 ملم مثلا، بما اني كنصمم فيزيال غنبقى نشوف داك الشيء. المهم نخليها بحال هكا. شنو غادي نجي ندير دابا؟ وصلت بيستون، وصلت واحد السيلاندر، خاصني هنا لتحت واحد السيستم، السيستم اللي غادي يحركو. يعني مثلا نصمم واحد الديال، باش نرسم ديال خاصني نمشي ننتقل لكاتريام بيس، كاتريام بيس ندخل ليها من هنا اوفرتير ودوبل كليك على كور برينسيبال، اوتوماتيكمون كنتحول فين؟ كنتحول البياس الجديده اللي باغي نرسم، اللي هي مثلا هي البيال، ونجي نرسمها. مثلا ديما انا ناخد هاد البلون هذا اللي كاين الوسط، عرفني غناخد فيه اسكي، نقول لي بحال هكا في نورمال باش يعاود يقلب لي الشكل. لاحظوا معايا ديما كما كنقول لكم فاش كنرسم واحد لونسومبل كامل دقه واحده كيفيدني. علاش؟ مثلا هذه غادي ناخد ندير لها غير كونفيرشن، ونشد الساركل هنايا بحال هكا، راه ديجا خداها كونسونتري في تيميناشون، الا ما خداهاش هنا ودير لها كونسونتري سي بي بحال هكا ديال غنجي مثلا هنايا ناخد عاوتاني واحد الساكل بحال هكا، ناخد واحد الساكل تاهي لا كونسونتري سي بي تي معاها، المهم مختاهاش على ما اظن. دونك نجي بحال هكا ناخدها،
وهنايا غنقدر نجي مثلا ناخد واحد غير لين بحال هكا وننتقل هنا، ناخد واحد الاكس مثلا دو سيميتري وهذا نقول ليه اعطيني سيميتري مع هذا الاكس بارابور هذا الاكس. هنا نقدر نجي مثلا نخلي بحال هكا ولا المهم نقدر ناخد واحد الساكل بحال هكا صغيرة، نقول له هادي مع هادي شنو، نقول لها طونجون معاها هذا باش مبقاش يتحرك، نعطيه بعدا واحد الفيكساسيون فيكسي ونقول هذا مع هذا شنو طونجون، هادي ما نقدر نموديفيها بحال هكا باش مبقاش تتحرك، نقدر نشدها بحال هكا ندير لها كونسيدونس فيكس عفوا، ما غاديش نمشي نعاود نصمم من جهه اخرى، غادي نشدها غير هي وندير لها سيميتري بارابور هاد الاكس بحال هكا. دونك هاد الساكل تاهي باش متبقاش تتحرك نشدها وشنو نعطيها، نعطيها فيكس فيكس يعني حيت ما عطيش لي ديمونسيون دونك دي ما غاديش تبقى تتحرك. شنو غادي نجي ندير، عاوتاني ناخد واحد الساكل مثلا هنايا لا نقول لك مع هذا تقول لي طونجونس ومع هذا تقول لي طونجونس لا ميم شوز، نشد هذا ونقول لي سيميتري مع هذا مي ما عطانيش هنا، بون بما انه ما عطانيش نشد ونسيبريمي وناخد سياق اخرى ونعاود نديزيني بحال هكا، هذا مع هذا نقول لي طونجون، هذا مع هذا نقول لي هو طونجون. فوالا دابا باش ناخذ ايفاسور، دوبل كليك على ايفاسور، ايفاس هذا ايفاسي هذا ايفاسي هذا ايفاسي هذا، وديما ما ننساش هادشي اللي كاين لداخل، ايفاسي هادي ايفاسي هادي ايفاسي هادي هادي، ننتقل هنايا بحال هكا، لاحظ هنا شوف شنو بقى، هذا ما خاصوش يبقى هو خاص ندير ليه سيبريم باش نتأكدوا ان حتى شي حاجه ما بقاش مفتوحه، ديما اوتي اناليز ديسكيز كنجيو هنا خاصنا نلقاو فيرمي فيرمي فيرمي، هاد فيرمي الاولى ديال هاد السيركل، فيرمي الثانيه ديال هاد السيركل هادي، فيرمي الثالثه ديال هاد الكونتور هذا كامل. دونك شنو غادي نجي ندير دابا، مثلا ندير سورتي دي سبيس وندير ليه واحد ليكسبلوزيون، ليكسبلوزيون هي ما كندير سيميتري مثلا نعطيه هو واحد طغوا ابيرسي، فاش كنقول ليه طغوا راه كيزيد ليا طغوا من هنا وطغوا من هنا، وندير مثلا اوكي فوالا، نقدر هادي نعطيها واحد كولور ونقدر نموديفيها كيفاش نموضي فيها، اي حاجه في كلاسيك نقدر نموضي فيها، غنجي لهنا وندخل ليستي عرفتي سامبل، مثلا انا بغيت نزيد ليها في الطول شويه غادي نجي بما ان هذا عاطي فيكساسيون نقدر نشد هذا نسيبريمي لا فيكساسيون ديالو مثلا، وهذا غادي عفوا هذا شا هو حتى جا هادشي فيكسيتو خاصني نمسح هاد الفيكساسيون عاده باش نموضي مثلا نديه هنا على هادشي. واو شوية هنا وشنو غادي نجي ندير مثلا هادي بحال هكا، من بعد ما نقدر هادي وهادي نفيكسيهم عاوتاني فيك، وندير سورتي ديسكيت ميزاجور، هادشي كيتميزاجورا كيرجع للكولور اللي كان. دونك دابا شنو بقى ليا، بقى ليا بحال مثلا واحد الفولون موتور نكريوه هنا، مي ما بقاوش ليا لي بيس، لي بيس اللي عزلت في الاول عزلت غير ربعه، دونك غاداو ليا لي بيس. شنو غادي ندير، سي سامبل ديماري كونسيبسيون ميكانيك اسامبلي ديزاين،
دونك نجي لهنايا كليك على بيس عفوا الشاب هذا كليك على بيس ونجي كليك على بروداكت كيكري لي كيكري لا بيس اللي بغيت انا غنجي نعاود نكري مثلا واحد لا بيس اخرى بيس وكنجي كليك على بروداكت فوالا ندخل مثلا هاد لا بيس 5 اللي كريت دابا دوبل كليك على كور برينسيبال فين كيديني بار ديزاين ديالها من جهه تفهم شي بيس اخرى دوبل كليك على كور برينسيبال باش نمشي نحول بار ديزاين ديال لا بيس ديالي اللي باغي نصنع انا وشنو غادي نجي ندير غادي نجي مثلا وفي هاد السيرفاس هادي مثلا غادي نديسين على هاد السيرفاس اس اس ما غاديش نعاود هاد الساكل هي نيش غنشدها وندير لا كونفيرسيون دي زيليمون 3 دي مثلا ندير سورتي دي سبيس بعدا هي الاولى وغادي ندير واحد ليكسبلوزيون ليكسبلوزيون ندير جيست لا بلون اللي هو هذا من بعد غادي نرجع لهاد سيرفاس نيش وندير كريفة واحد ليسكيس ديما ندور بحال هكا باش نشوف داكشي طراو دي باش نعرف راسي فين غادي نرسم كيفاش غادي نرسم ماشي شي الاخر ولقى راسي داير شي حاجه ماشي هي هادي دونك ندور هادشي بحال هكا مثلا انكري واحد الساكل هنايا اللي بحال تمشي ليه واحد الفولون موتور نقدر نصغرها الا بغيت كلشي كيتموديفي في الاخر عاوتاني لا ما جاتناش شي حاجه هي هادي نون كيفاش غادي ندير نقدر نزيد نصغرها شويه فوالا وغادي ندير سورشي ديسكي وغندير لها شنو اكسبلوزيون اكسبلوزيون بشحال غندير بو فيزيان دونك بما اننا غير كنتعلمو غنعتمدو غير على الفيزيال حيت احيانا كيكون هو السوليسيون الوحيد بعض المرات باش ما كيكونش عندك لي ديمونس ابيرسي غندير او دونك شنو غندير دابا دونك حنا في الواقع هاد البيال راه امبوسيبل تكون كوانسيدونس مع هادي يعني تكون لاصقة هنا يكون كونتاكت معاها دونك هاد الكونتاكت ما خاصوش يكون نقدر نعالجو نجي هنا اسكيس فهاد السيرفاس غنشد هاد السيرفاس ندير لا كونفيرتير ما نتعطلش بزاف وما نفكرش بزاف وهادي هي ندير لا كونفيرتير ديال ليمون طوا دي ونخرج سورتي دي سكيس ونقول لي بغيت واحد البوش بوش مثلا نقول لي بواحد الان مليمتر ولا دو مليمتر دير ماني غير خلي واحد الجو اونتر هاد البيان وهاد مثلا هاد الفولوم موتور اوك فوالا شنو غندير دابا خاصني هنا غنكري واحد لي سبيس علاش خاصني نكري بحال واحد لاكس دو روتاسيون مثلا كيفاش نجي ندير ليه مثلا هنا غيكون مع هذا كيفاش كومبيناسيون كونسونتريسيت اوكي سورتي دي سبيس وشنو غادي ندير واحد البوش بوش اكسبونسيون سيميتري مثلا وان كاباب بحال هكا حيدي لا ماتيغ من هنا ومن هنا فوالا شنو باقي ليا دابا باقي ليا حاجه واحده اللي هو الاكس اللي غيكون هنايا مثلا الاكس اللي جاي من الموتور اللي غادي يدور ليا هاد البونو موتور اللي غادي يدور ليا شي البيال والبيال غادي يدفع ليا البيس دونك غادي نجي نكري واحد الارك دوبل كليك على كور برينسيبال وشنو غادي ندير فهاد السيرفاس هادي علاش كليكيت على كور برينسيبال تو سامبلومون باش نحول بار ديزاين ديال لا بيس سيت ما خاصناش نصنع ثمان بيس دونك ناخد اسكيف فهاد السيرفاس هادي وان دي سي شنو غندي سيني غنشد تو سامبلومون غير هاد السيركل هادي وغندير لها كونفيرجر دي زيليمون طوال دي ما نعرفش نصنع هذه هي فائدة أنني كنرسم واحد لونس واحد دي بياس بياس على بياس يعني كنرسم أونسومبل دقة واحدة سورتي دي سبيس وندير إكسبوزيون وهذه الطريقة كتجنبك بزاف ديال الأخطاء دونك شوف فاش تكون مثلا في واحد بروجي دو فانفورماسيون راه إلا جيتي ترسم بياس
بالقياسه راه غادي تاخذ لك مده، سيرتو انه الا كان الميكانيزم طول. دونك مثلا هذا نجيبو شي هنايا ماشي مشكل، او غير ان كل حاجه نعطيها مثلا دابا كولور بما انني ساليش. بالنسبه فاش يسالي اللايف دابا راه غادي نعاود بارطاجي اللين عاوتاني واتس جروب واتس. دونك كل حاجه نعطيها كولور، اللي ما فهمش شي حاجه يقدر يقولها، ما حدنا باقيين هنا ما بعدناش بزاف. ابليكي ديال جا هي بروبريتي. وبالنسبه للفيديو ديال البارح راه كاينين فلاشين. بون ابليكي اوكي، شنو غادي نجي ندير دابا؟ دابا عندي جوج الحوايج، نقدر هادشي نديزاسومبلي ونعاود اسومبلي كيما انا بغيت. باش نشوف شكون اللي كاتب الميساج، هاد كاتب مليان سي سي وي، غادي يكون شعر ان شاء الله، غادي يكون هاد الفيديو. دونك كيفاش غادي نديرو دابا؟ نقدرو هادشي نديزاسومبلي. كيفاش نديزاسومبليو؟ ساهل، غنمشيو دابا لديماري كونسيبسيون ميكانيك اسومبلي ديزاين، غادي نديزاسومبلي هاد الميكانيزم كامل ونعاود ناسومبلي كيما انا بغيت باش نتعلمو لاسومبلاج. دونك نشوف الميساج. مرحبا 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 إليازيد، مرحبا إليازيد. دونك غادي نشد هذا باش كنبغي نديزاسومبلي، بعدا باش هادو يتاكشيفاو دوبي كليك على برودكت، ها هما هادو يتاكشيفاو، هاد لي فونكسيون اللي كاينين هنا. بالنسبه اللي عندهم لي فونكسيون ما عندو ما تلقاهمش بحالي اللي اول مره يخدم في اسامبلي ديزاين، سو سامبلومون نجي هنايا باش تفهموني، نمشي بيرسوناليزي يا نمشي بلوكاج. دونك بار دوتي وكندير ريتابليغ لي بوزيسيون، يعني لي بوزيسيون مره الاولى كيفاش كتعطيهم لك كاجي كتعطيهم لك بحال، انا كنشدهم كنجيب هادشي عندي كنطلعو بحال هكا الفوق. هادي كنجيبها هنا باش داكشي يبقى قريب عندي اللي باغي نخدم به، هادي اللي فيها لي كونترانت نجيبها هي هنا. اول حاجه نديزاسومبلي هادشي، كيفاش نديزاسومبلي؟ سي سامبل، هادشي غنسيليكسيوني بحال هكا، ها هي ديزاسومبلي ولا في اكلاتي كاتشي ما كيمشيش بعيد، ها هو كيعطيك الصوره اللي كيفاش كدير. دونك غادي نديزاسومبلي هادشي، غندير ابليكي. لاحظوا معايا فاش ندير ابليكي، صيفط ليا كل بياسه في بلاصه، يعني خاصني مجهود كبير الا بغيت نجيب عاوتاني من هادي لعد هادي وهادي عد هادي. لاحظ هنا كاين واحد تنصغر، ليش تنصغر؟ يعني المقياس شحال بغيتهم يتبادل بحال هكا ياك. لاحظوا مثلا انا ما عجبنيش هادشي كامل، غندير انيل. وشنو غادي نجي ندير؟ نجي المانيبيلاسيون بحال هكا، ناخذ مثلا سويفون اكس، ندي هذا هكا هذا هكا هذا هكا لا ميم شوز، سويفون ايكغيك عاوتاني نخرب هادشي مزيان، زاد حتى هو ندي هذا هكا هذا هكا هذا هكا. دونك ولا عندي ميكانيزم كل حاجه في بلاصه، ندير اوف. شنو غادي نجي ندير؟ اول حاجه باش نتفقوا عليها، كنعزلو ديما شي حاجه اللي فيك حتى في لاسومبلاج، كنهزلو شي حاجه اللي فيكس اللي غادي ناسومبلي بارابور لي سيستيم. حاجه انا نعزلها انا فيكس في الاول، مثلا نعزل هاد السيلندر هذا، فسي سامبل هاد السيلندر هذا دومي سيلندر انا نعزلو فيكس. علاش درت دومي سيلندر وما درتش السيلندر؟ غير باش منين ندير السيميلاسيون تبان لكم كيفاش كيتحرك البيستون وسط السيلندر هذا. صافي هذا هادشي عليه. دونك غادي نجي ها هي لا بيس ليزون فيكس فيكس ان كوبوزون، يعني كومبوزون معناتها فيكسات، يعني ما يبقاش يتحرك غيبقى فيكس. يعني حتى الا خديتي مانيبيلاسيون وجيتي درتي سو كونترانت، يعني تحرك لك سو كونترانت، يعني سو كونترانت يعني مثلا الا كنت عندك شي موفمون راه كيتحرك سويفون ليه. الا خديت مثلا الاكراه لا ما غاديش يتحرك، خديت بزاف ما يتحركش، علاش؟ حيت عطيه ليزون فيكس فيكس. شنو غادي نجي ندير؟ البيستون فين خاصو يكون؟ تو سامبلومون خاصو يكون هنا الوسط. دونك ناخذ هاد كوانسيدونس، كوانسيدونس
كتعطيني واحد الخاصيه انني نجيب نكوانسي هذا الاكس هذا ديال السيلاندر اللي كيلوص مع الاكس ديال البيستون اللي كاين هنايا وندير شنو؟ لاحظوا معايا ندير ميزاجور شنو غندير عاوتاني؟ هذا مثلا بغيت نطلعو شي هاد البلاصه هادي غادي سامبل نستعمل عاوتاني غير كوانسيدون مثلا هذا ناخذو معاه من هاد السيرفاس غنكوانسيها مع هاد السيرفاس هادي وندير اوكي شنو غندير ميزاجور لاحظوا معايا فين كتجيني فوالا شنو اللي غادي ندير دابا بقى لي الاكس خاصو يجي لبلاصتو الاكس باش نجيبو لبلاصتو حتى هو نفس الحاجه ناخذ غير كوانسيدونس بما انه راه اكس نيت خاصني ناخذ الاكس ديالو فين هو ها هو هو هذا اللي بالزرق ناخذ هذا الاكس هذا اللي هنا نعامل مع هذا الاكس هذا وندير ميزاجور صافي هنايا عندي واحد بروبليم اللي هو خاصني هذا نجيبو الوسط مي ما عنديش شي سيرفاس اللي غادي نلاصقها مع شي سيرفاس يعني حيت كارجي ما كيفهمش انه واحد السيرفاس مثلا اللي هي سيلاندريك غادي ديرها مع واحد السيرفاس بلا تقول ليه لاصقهم ليا مع بعضياتهم دونك يبقى قدامي واحد الخيار اخر هو انني غنشد مثلا غناخد كوانسيدونس ولا نقدر ندير حاجه حل اخر ناخذ دابا ديستونس مثلا نخدمو بونتان ديال ديستونس وناخذ هذا البلون هذا اللي كيلوا ها هو مع هذا البلون ديال السيلاندر وندير بيناتهم ديستونس شنو زيرو اوكي ندير ميزاجور لاحظوا معايا الاكس فين جا سي سامبل خاص غير الواحد ديما يبقى يعاود هادشي باش يفهم برانسيب نفس الحاجه غادي نديرها هنا بالنسبه لشنو بالنسبه لديالي غادي نشد مثلا دابا غنخدم بكوانسيدونس مثلا غناخد هاد البلون ديالها ما عرفتش بهاد النمو ديالها هذا هاد البلون هذا غناخدو مع هاد البلون اللي كاين هنا لو وشنو غادي ندير اوكي صافي وشنو غادي ندير عاوتاني ناخد كوانسيدونس وغادي ناخد هاد الاكس هذا نعمل مع هاد الاكس هذا اللي كاين هنا وندي ميزاجو لاحظوا معايا كيجيني في البلاصه ديالي دابا شنو بقى ليا بقى ليا خاصني نجيب هذه البلاصه كيفاش غادي نجيب البلاصه لا ميم شوز هي غادي ناخذ كوانسيدونس ولا ناخذ ديستونس ولا نقدر ناخذ هذه الشيء نخدم بها كونترانت دو كونتاكت يعني كونترانت دو كونتاكت نجربوها نيش غناخذ مثلا هذا البلون هذا لاحظوا معايا كاين اللي راه كاين اللي ما كتجيش هذه الفكره ديال انه اسامبلي لي بلون يعني يفيكسي بلون مع بلون ولا هذه مع هذه ما عطاتنيش علاش يعني خاص تكون عندي سيرفاس دونك غنخدمها بالكوانسيدونس كونتاكت ما فاش يعطيني دونك غناخذ الكوانسيدونس ما تعطاتش بزاف غناخذ هذا البلون هذا اللي فيه الواز مع هذا البلون هذا عاد نشوف اوكي ندير اوكي الفا وندير ميزاج فوالا وشنو غادي نجي ندير كنعرف ان هاد الاكس ديال هادي راه غادي يجي مع الاكس ديال البيال مع الترو اللي كاين في البيال دونك ناخذ هاد الاكس هكا نقول هذا مع هذا شنو نقول ليه ميزاج فوالا ما ميم شوز هاد الاكس معامل مع هاد الاكس هاد الاكس نعمل مع هاد الاكس اللي كاين هنا وندير شنو ميزاجو هنايا هذا مثلا يخدينا مانيبيلاسيون وجينا خدينا هاد الاكس مثلا ناخدو اكس اللي بغينا نحركو حنا سويفون ليه مثلا ناخدو هاد الاكس لاحظوا معايا وناخدو سو كونترانت راه الا جيت مثلا درت هادي بحال هكا هادشي راه كيتحرك نو هنا ندير انيلي باش يرجع ليا الميكانيزم ديالي في المكان شكي تعرف شو فوالا ها هو رجع
اللي غادي نجي ندير هنا هو اننا ناخذ واحد مثلا واحد الكونتاكت بينات بين هاد السيرفاس وهاد السيرفاس. علاش في نظركم؟ غادي سامبل تفهمي ما عرفتش علاش كان عندي بروبليم ديجا دي بلون مع بلون دونك ما يعطينيش. علاش انا بغيت ندير كونتاكت ديال هاد السيرفاس مع هاد السيرفاس دونك باش ديما هاد السيرفاس ديما تبقى مع هاد السيرفاس يبقاو كوانت مع بعضياتهم يعني ما وحده ما تفوت الاخرى. دونك دابا شنو غادي نجي ندير؟ شنو بقى ليا نظر نقدر دابا نجي مثلا للسيميلاسيون اللي هي دي ام اي كينيماتيك. هاد لي كونترانت غندير لهم كاشي باش مابقاوش يبانو. ديما ملي نجي للكينيماتيك خاصني نعطي واحد لابيس اللي هي فيكس. دونك لابيس اللي هي دي فيكس نوفو ميكانيزم اوكي هي مثلا هي السيلندر. شنو هي الحاجه اخرى اللي غادي تكون فيكس عندي في الميكانيزم؟ غادي يكون عندي هاد الاكس يكون عندي فيكس حتى هو نعطي لا فيكساسيون. كيفاش نعطي لا فيكساسيون وما غاديش نعاود ليزون فيكس؟ غادي ناخذ غير ليزون ريجيد يعني اونكاس غومو غادي اونكاس غير هذا مع هذا يعني بجوج يوليو كيشكلوا لي سول بيس يعني الا تحرك السيلندر يتحرك مع حتى الاكس. فوالا شنو ليزون اللي كاينه بين البيستون والسيلندر؟ تو سامبلومون عندنا ليزون سيلندري يعني البيستون راه كيقدر يدير واحد الموفمون دو ترونسلاسيون يعني كيجليسي او ميم طون يقدر يدير واحد الخوطاسيون. دونك كيفاش غادي ندير؟ غناخد ليزون سيلندريك كطلب لي لين ان يعني الاكس ديال السيلندر وكطلب لي لين دو اللي هو الاكس ديال البيستون الثاني غندير اوكي. شنو هي علاقة البيستون بهاد الاكس؟ اللي بغا يقول شي حاجه عاد شي اكسي بالصوت. دونك شنو هي العلاقه ديال الاكس بهاد البيستون؟ العلاقه بيناتهم هي ليزون او كاسترون يعني هاد الاكس راه فيكس مع البيستون ما كيتحركش. دونك ناخذ ديما ليزون ريجيد نكاستري هذا مع هذا اوكي. شنو علاقه البيال بالاكس؟ يعني هذا ملي غادي يدور من هنا مثلا هنايا غادي تكون عندي واحد ليزون بيفو بين هاد البلاصه وهاد الاكس. يعني ناخذ ليزون بيفو من هنا وناخذ الاكس ديال هاد لابيال بحال هكا مع الاكس ديال هاد لاكس نيش وناخذ هاد السيرفاس مع من هاد السيرفاس. هاد السيرفاس مع هاد السيرفاس بيناتهم واحد ديستونس. دونك هنا نجي نقول ليه ديستونس ونقول ليه اوكي. نجي نكمل شنو غادي نجي ندير؟ شنو هي العلاقه بين هاد لابيال وهاد لابيس نوا؟ دونك غادي نجي حتى هي ليزون بيفو. ليزون بيفو يعني عندي روتاسيون يعني كدور بارابور ليها. دونك غادي ناخذ هاد الاكس مع من كاشي مع هاد الاكس وناخذ هاد السيرفاس حيت ديما ليزون بيفو كطلب ليا جوج الحوايج اكس مع اكس وسيرفاس مع سيرفاس وانا ناخذ السيرفاس مع السيرفاس. دونك السيرفاس ملاصقه مع السيرفاس دونك نقدر نخلي ديستونس نيل حيت ما بيناتهم واحد ديستونس يعني ما بعدينش على بعضياتهم. الا درت ديستونس راه اوتوماتيكمون يعطيني زيرو وندير اوكي. هنا بقات لي حاجه واحده شنو هي العلاقه بين هاد لابيس نوار وهاد الاكس؟ حتى هي ليزون بيفو حيت هنا من تجيني الغوطاسيون. لاحظنا معايا ناخذ ليزون بيفو مع هاد لابيس نوار اي سيلي اللايف دابا غنعاود نبارطاجي اللين في واتساب. دونك ناخذ ليزون بيفو هذا مع هذا وناخذ هاد السيرفاس مع هاد السيرفاس. الا خديت ديستونس اوتوماتيكمون يعطيني زيرو حيت بيناتهم ديستونس بين السيرفاس والسيرفاس زيرو وندير اوكي. الا جيت هنا ابليكاسيون ميكانيزم عندي سول دوغري ليبرتي ديالي سول دوغري ليبرتي. دونك نتسناو شي